صباح الخير من فتنس وان فيجا وموضوع جديد وحلقة جديدة. اليوم رح نحكي عن تمارين تقدر تسويها بالبيت بدون أي أدوات. يعني في كتير ناس ما بيحبوا يروحوا على الجيم أو على أي نادي رياضة، بيحبوا يعملوا تمرينات بالبيت. فنحن اليوم حبينا نفرجيكم انه بنقدر نشتغل، مو معناته لازم نروح على النادي، بس هو دائما يفضل النادي. ليش؟ لانه دائما بيكون في نصائح حركات غلط. بس خلينا نفرجيكم ايش بنقدر نساوي لليوم. عندنا تدريب دائري. هلا السيركت تريننج او التدريب الدائري، عاده بنخلص كل التمارين نشتغل من فوق لتحت او من تحت لفوق كل عضلات وبنرجع بنعيدها مره ثانيه. دائما التدريب الدائري بيكون للناس اللي بحاولوا يخففوا وزن، يعني تكرارات كثيره وزن اقل شوي خفيف. اوكي، رح نشتغل سيركت تريننج تدريب دائري ونشوف ايش حنبلش. طبعا دائما بنبلش بالاحماء، اللي هو انه نرفع عضلات قلبنا لدرجه معينه عشان ما يصير عندنا اصابات. نفرجيكم كيف نقدر نساوي. ديما اذا عندكم درج بالبيت، تخيل انه هاي درجه، بطلع وبنزل على السريع، بضلني اطلع وانزل احس حالي تعبت. اسرع شوي ديما. نور، ايش تقدر تسوي لنا؟ اي نوع اكسرسايز، اي رياضه زي ايروبكس بالبيت تقدروا تشتغلوا، جامبينج جاك، كل هاي لحد ما تحسوا حالكم انه العضلات بلشت او عضله القلب بلشت تسخن تحمى. كل هذا وورم اب. هلا نيجي للاكسرسايز. الاكسرسايز اللي هو تمارينات القوة. ايش حنبلش؟ حنشتغل عضلة عضلة، نشتغل بالشولدرز الكتاف. إذا نحن بالبيت بقدر أعمل بوش أبس، تمرينات الضغط. عندنا ايزي أوبشن نور وهارد أوبشن ديما. ايزي أوبشن أشرح لكم إياها كيف. دائما إذا أنتم لسه جداد على الرياضة بنشتغل ايزي أوبشن. أوكي، عم نشغل شولدرز كتاف. هارد اوبشن تشتغل كامل بدون ما تكون الركب على الارض زي ديما. هون بنزل وبطلع، كل هذا بشغل عضله الكتف. هلا نفس التمرين ستوب، نفس التمرين خلصنا من عضله الكتف، بنغير شوي بالمدى الحركي للتمرين نفسه، بنشتغل تشيست عضله الصدر. مره ثانيه ايزي اوبشن حيكون مع نور، وادفانس شوي متقدم مع ديما. هلا نفسها، تفضلوا، بس غيرنا بفتحة الايد. مرة ثانية صارت فتحة الايد على مستوى فتحة الصدر، اكبر شوي نوسعها اكثر شوي. اذا وسعناها شوي فتحة الايد بتصير كمان اصعب واصعب. يس، على مستوى الصدر. اوكي، هلا خلصنا عضلة الكتاف، عضلة الصدر، بدنا نشتغل. طبعا ما حكينا انه هذا التمرين برضه بشغل البايسبس. اوكي، العضله اللي هون بشغلها لانه كله ضغط بيضغط عليها. هاي كلها تمارين تقدر تسويها بالبيت. كمان العضله الخلفيه للبايسبس تقدر تشغل ترايسبس. في عندنا اوبشنز، اذا عندك كرسي بالبيت، كرسي عالي شوي، تعمل زي ضغط دبس بنسميه، تنزل زي ما انتم هون شايفين عم تشتغل العضلة. كيف نقدر نصعب التمرين نور؟ تقدر تتفنن اذا انت شوي ادفان. دائما نرجع للسيف، للسيفتي، رجعي بيسي. هاي اصعب واصعب طبعا، بس البيسك عندنا. يس، اوكي، خلصنا عضلة الترايسبس. هلا بدنا كمان عضله نشتغل، عضله البطن، كرانشز، ميني كرانش، ديما نفس الشيء كرانش بيسك، بطلة وبنزل، انهيل بكون انا نايمه، اكسهيل وانا طالعه، يعني شهيق وانا نايمه، زفير وانا طالعه. ديما عندي هون متقدم زي ما حكينا، فهون عم بتصعبها، عم بتشغل عضلتين مع بعض، عضلة سفلية مع عضلة أمامية للبطن. نرجع مننبه إنه عضلة البطن هي عضلة كاملة، بس نحن بنحب دائما بالرياضة نجزئها عشان نخصص لها أكثر من تمرين. كمان تمرين للبطن ريفيرس، إجرتين مع بعض. يس،
بطلع وبنزل، هون بشتغل لور مع ديما، عم بتطلعها اكثر لفوق، انهيل واكسهيل اب. كل هاي التمرينات اللي عم نشتغل عليها تذكروا 25 عده، 25 عده بتقدر انت تعمل لك بروجرام كامل 25، بس نتذكر انه رح نعيدهم مره ثانيه لنخلص كل هاي التمارين. اوكي، هلا بدنا نشتغل ابداكسس، عضله الهب. وانا نايمه جنابي بدي اشتغل على هاي العضله، ديما نفس الشيء. هوب، هلا على مستوى، اذا ضلينا على نفس مستوى الحوض بصير، اذا رفعنا اكثر بس نحاول ما نرفع كثير لفوق. اوكي، هلا نور عم تعمل زي ما انتم شايفين وهي نايمه مرتاحه حاطه ساندي على ايدها، اما بالنسبه لديما عملته مور ادفانس، فحوضها رافعته اب فوق وعم تنزل. هاي شوي اصعب. اوكي، زي ما انتم شايفين عم نشغل الهب، العضله الجانبيه. هلا في عنا هاي بنسميها دائما اوتر، انسايد من جوا عضله ادكتر، بعمل نور نفس الاشي بس من جوا، فانا عم بحرك هاي العضله من هون. انهيل، دائما النفس كثير مهم. تمرين ثاني في شيء اسمه بنسميه بلاي سكوات، بنزل زي الايقاع، دائما فتح اجري جنابي شوي اوسع من فتحه الحوض، قد ما بتقدر تنزل بنزل، بلاحظ انه ركبي ما بيطلعوا لقدام، كثير مهم عامل الامانه، لانه نص الناس اما يشتغلوا هيك بيطلع ركبهم لقدام وهذا كثير غلط، لازم الركبه بالضبط تنزل على مستوى الرباط اذا انت لابس سبورت رياضه، او على مستوى الانكل. يس، هلا تنزلي مره ثانيه ديما، حسب قديش انت بتقدر تنزل، بتقدر تنزل تحت او نقدر ننزل مستوى خفيف ديما. اجين نعيدها بس لهون، هذا ميني بنسميه شوي، يعني حسب قدرتك مو ضروري تنزل للاخر. اوكي، خلصنا الانر ثاي، هلا بدنا نشتغل كوات، العضله الرباعيه الاماميه اللي هون. اوكي، سكوات، اقعاء مره ثانيه، بس هلا ايش الفرق بالاقعاء هذا واللي قبله؟ انه هاي فتحه اجري بمستوى فتحه الحوض، شوي اصبع اجري الكبير بكون عامل زي الزيكزاك مع اجري، بنزل نفس الايقاع بس بقدر اصعبه حسب انت مستواك البدني وقوتك قديش انت بتقدر، يعني ديما عم تعمل باجر وحده كثير اصعب، تحس انه الاجر عم بترج صارت. هون حسب انت نور عم تشتغل عادي برضه، قديش بقدر دائما لاحظ ان الركبه راجعه شوي لورا اكثر. يس، ممتاز. هلا لازم كل عضله نشغل العضله اللي بتقابلها، خلصنا عضله الفخذ الاماميه بدنا نشتغل على الخلفيه الهامسترينج. في عندنا لانجز، اللانجز ديما حتفرجيكم لانجز، بنزل هذا هو اللانج، عم نشغل العضله الخلفيه من هون، تنزل بركبتك من تحت وبتطلع. اما نور في ناس كثير بيعملوها غلط او بيستصعب يسووها، فانت اذا لساتك جديد تقدر تمسك اي عمود حيط بالبيت وتسند وترجع لورا، لاحظ زاويه 90، ممتاز، بنزل وبطلع على نفس المستوى. اوكي، لأنه نحن حكينا انه لازم نشغل العضلات المقابله، اشتغلنا على عضله البطن، هلا لازم نشتغل دائما على عضله الظهر، تذكر انه الظهر كثير مهم. اوكي، هلا في تمارينات كثيره، نحن سوينا بحلقات قديمه تمرينات الظهر على السريع، سوبرمان او بلانك، ديما عم تعمل بلانك، اما نور عم تعمل سوبرمان. ما تنسوا انه بعد، ما تنسوا بعد كل هاي التمارين لازم نعمل إطالة. إن شاء الله بنكمل معكم بيوم جديد وحلقة جديدة من فيتنس 1 فيجا.